FM. الكل ملك. ليديتو. ليديتو. صباح الخير. جاء الاستقلال في بلاد العرب، فرحنا، غنينا، وقلنا يا ربي إيش نعملوا بهالاستقلال؟ ثم اللي قال نوليو الشيوعيين ونهزوا المطرقة والمنجل ونتوكل على ستالين وماو تسي تونغ ونردوها ديمقراطية شعبية تمشي بالخطوة العسكرية وتنتج تنتج تنتج تبني تبني وتعلي لصالح البروليتاريا والطبقات الشغيلة والجماهير المسحوقة، وتمينا ننجو ونخدموا ليل مع نهار، ويقل التجهيد والراديو يغني على التعاضد والتصميم، ومن شعب الخضرة يعيش كريم حتى جاء الجفاف، ومن بعده الفيضانات، جاعت الناس، ملقات باش تلبس، عم الغضب. فلوحنا الاشتراكية الدستورية، وحشينا مول الفكرة واصحابه في الحبس بتهم التنفيذ خيارات الحزب الحاكم، وقلبنا المشامية وقلنا آن الأوان للجدية والليبرالية الاقتصادية والاستثمار، وجات الأرقام القياسية وضعفنا الثروة الوطنية في 10 سنين، والناس تجري وتجري وتتسلف وتبني وتعلي، حتى قام الاتحاد العام التونسي للشغل وقتها وقال وينو توزيع الثروات، واليوم حكومة رأس المال نبركوها، فهبط الجيش وأطلق النار على مئات وماتوا العشرات، والأزمة كبرت وقيادات الاتحاد في الحبس وطلوا الشرفاء، وقلنا شيء ما صار حتى طلت جماعة قفصة بالسلاح الخارجي عام 80 وقتلت العسكر الصغار في الجزرنا، وقامت تونس الكل تدين وتستنكر في المجموعة، ووقع القضاء عليها وطاح رئيس الحكومة مريض، ولينا جبنا واحد آخر يخطب ويعاود من الصباح لليل، وما شاء الله في 5 سنين بركها وفرغ البنك المركزي، ولينا نتسلفوا في الدولار نهار الاثنين باش نخلصوا الدولارات على الواردات نهار 3. وطبعا طاح رئيس الحكومة وهرب من حدود الجزائر، وجابوا واحد مطبس راسه عجب الرئيس الشاي، وقام له نهار مع الفجر وعمل له تحول مبارك دام أكثر من 20 سنة، وكان في فيلا في باردو، ولا عنده قصر في سيدي بوسعيد وقصور في كل تركينة في الدنيا، ومعهم شوية مصروف بالمليارات، حتى غضب الشباب وطلب شوية كرامة وشوية شغل. يا أخي قابلوه بالكرتوش الحي ما نفعشي، دزوا السارق في طيارة ومشى يتخلع مدى الحياة في الحجاز، وبدأت الديمقراطية والدستور الجديد، وانتخبت الناس المظلومين متاع البارح اللي كانوا في الحبوسات واعطاتهم الحكم على برنامج ألف ليلة وليلة. راهميات ألوف مواطن الشغل ومصانع في الخلال المخلي ومستشفيات كليماتيزي وترينوات تبرق، والخير العميم لكل أبناء الشعب الأبي طلعت منامت عترس، قتلوا شكري بالعيد والحاج البراهمي، وخلاوا المجرمين يشدوا الجبال للرياضة والجهاد، وردوا جوامع وكالات أسفار للرقة والموصل، ولو يقصوا في الروس ويصلبوا في أحر أحرار سوريا والعراق. جرينا كملنا الدستور، عملنا انتخابات حرة للبرلمان وللرئاسة، طاحت المجموعة السابقة، كوننا حكومة جديدة تبرق، النهار الكل نحوروا فيها، والبرلمان ولا ميلل ونحل والكتل، فك يدي من شوشتك، والكلمة قد جبل والخدمة ربي يجيبها، والقوانين المصيرية من المحكمة الدستورية، القانون للطباء والبلديات وقانون المصالحة وغيرها تزيد وتوخر، والعباقرة ساعة يدوروا على رئيس المجلس، وساعة على رئيس الحكومة، وساعة على بنما، والجيب مخروم من الأفلاس، والشعب ماشي ويقول يمل عمله وعملت بيدي، وكل واحد يقابل عبد قديم ومجرب يقول له بجاه ربي ايش باش يصير فينا. هذه الديمقراطية اللي نستنوا فيها توسنين. ينعم سيدي، هذيك هي وقت اللي تطيح عند ناس لا خزمة لا ميزان لا معرفة لا تجربة، وخاصة جاهلة بأبسط قواعد حكم الدول وتسيير الاقتصاد. وزيد هكا كي حكاية الكذب المفلق، وقت اللي طاح الزيت وقعد الكوز معلق، وربي يصلح حالنا وحالكم في هالسنين القادمة. ليديتو. كاب اف ام. الكل ملك.